بقى البيت دي انا اديلك لغايه عندك وانت اللي تمشيها بنفسك يا ابن الفقريه. عامل ايه يعني؟ طبي لو كان طب ولا كان بهدلني وقطع المصروف عني كمان. يا نخه لو انت لسه هتاخد المصروف لغايه دلوقتي. يا سلام، انت بقى اللي ما بتاخدش المصروف ولا ايه؟ عيب عليك، انا ادي بس. وبعدين انت ناسي ان انا شيك ابوها في كل حاجه ولا ايه؟ يا راجل اول مره اعرف. اديك عرفت يا اخويا. الدنيا مش دنيا عافيه ولا عيش سودان، الدنيا عايزه قلوب صافيه مش قلنا ولاد. الدنيا مش دنيا عافيه ولا عيش سودان، الدنيا عايزه قلوب صافيه مش قلنا ولاد. بص بقى حلتها، نظام شغلك ده ما ينفعنيش. ليه بس كده؟ ما انت عارف مفيش ولا واحدة من المقاصيع دول يجر لك زباين قد المواعيد. يا ماما شغلتنا دي أساسها احترام المواعيد. ملحوقة يا مستر سطوحي، وبعدين طول عمرك قلبك كبير بيستحملنا. أنا ما بتثبتش. شايف الواد اللي هناك ده؟ مين؟ لؤي. أنت تعرفين منين؟ يوه زبون اتعرفت عليه واديته معدي جنيهين. بلاش نصاحة يا بنت، الواد مليان ومعاه بفلوس، هو العيال اللي معاه. شطارتك بقى تنفضيه. تأمرني بس محتاجة سلفة تاني؟ انت بتشبعيش؟ طب روحي الواد الأول، على قد ما هتظبطيه على قد ما هظبطك السلفة. يخليك ليا يا ملك الليل. نقبك هيطلع على شونة، بقالي ساعتين بسقم لهم ولا الهوى. الولا ده باين عليه تقيل عميه. اتلهي على عينك انت واجري. ماشي يا عم الشباب والرياضة. أنا بحسرة تتمنى لو روح أقول والله بتمنى. هلو حبيب قلبي، مستني من زمان؟ بستناك العمر كله يا عمري. يا ابن اللعيب. لعيب؟ هو أنت لعيب؟ ده أنا اللعب كله، بس أنا بقى أحب أجيب جوان وعمري ما أطلع الكورة بره. عايشة ومرتاحة وفيها ناس مشهور، وأنا ماشي بتمرجح فيها مرتاح. لفوق 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 يلا. جيتي يا جهاد؟ سكر يا ماما. سنور يا دناي، اللي انت جايباه في ايدك ده؟ شوية كباب ليك انت واخواتي عشان تتعشوا. كباب؟ يا لهوي يا لهوي. ايه يا ماما؟ هو انا داخلة عليكي بحاجة بطلة؟ لا يا عين امك، بس الكباب يجرح المهية واحنا لسه في اول الشهر. ما تقلقيش يا ماما، ده زبون متريش قوي، سابلي قرشين حلوين وهو ماشي. زبون؟ قصدي عيان، عيان بس مقتدر على الاخر. ربنا كرمه ووقف على رجليه وبقى زي الفل، وهو خارج من المستشفى رش على كل اللي بيشتغلوا فيها تبس، قصدي حلاوه طلوعه. بقى انا بتتكلمي عليا؟ انا بتتكلمي عليا يا بنت اللذينه؟ اتكلمتي ولا ايه؟ انا اتجننت بقى بكل اللي عملتيه؟ انا بعرفه، انا اللي هنقصه. انا اتجننت ايه؟ اوعي اوعي اكتمي يا بنت. فاهمة يعني ايه؟ اكتمي خالص. طالبة انت؟ في بنت محترمة تعمل في زميلتها كده؟ يا بيه اعرف اللي حصل الاول قبل ما تتعصب علي. يا بيه؟ يا باش، يا استاذ، يا حاج، يا معلم. معلم انت ايه؟ فاكر نفسك في غرزة؟ في طالبة تتكلم بالاسلوب الواطي ده؟ يا استاذ البنت دي بتلسن عليا وبتقول عليا كلام مش ولا بد، يرضيك يعني اسكت لها؟ تقولي تضربيها بالشكل ده؟ امال اجيب لها دندرمة؟ بتتريقي؟ شكلك مش عاجب الكلام. والله يا حضرتك انا ما عملتلهاش اي حاجه، انا كنت بذاكر في حالي. يا سهتانه يا غلبانه يا كدابه يا بنت الواطيه يا بنت المغرب. خلاص يا بنت. ايه؟ انت نسيت اني واقف قدامك ولا ايه؟ يا عم ما تتعصبش عليا، ولا خلاص عشان اتمسكنت لك شويتين قلبك حن ورق. اما انك بنت قليله الادب مش متربيه، انت ما تقعديش في المدينه يوم واحد. يا عم دي بتاعت الحكومه، هي ايه بنسون المنظره؟ كده؟ طب ما انتيش بايته فيها علشان تبجحي براحتك. يا سلام،
طب انا بقى هقدم شكوى وهوريك. وانا هكتب فيك تقرير زي الزفت علشان الجامعه تنضف من الاشكال اللي زيك. يلا ارموها بره المدينه وارموا حاجاتها معاها. اشكال انا ويرموني؟ ماشي يا بيت، انا هوريك بقى. ما انت كده كده اي مرضى وكده كده متدينه وكده كده حاجه، هي يوم اسود من اوله. استنى يا اسطى، اركبي. الحمد لله على السلامة يا خلود. الله يسلمك. ليه يا بنت؟ انت مراكيش غير المصايب. هي اللي بتتحدف عليا والله. ايه اللي حصل؟ ها بلدينا على فين؟ اصبر يا عم، احنا مش بنتكلم. بقول لك ايه؟ انا اوديك شقة ماجد. تباتي مع عمه. لا يا عم، اهله خانقة قوي ماليش فيهم. انا هروح معاك، مش انت شقتك فاضيه؟ استغفر الله العظيم. بقول لك ايه، ما تركن وتنزل تمدد جنبيها. انت بتتدخل ليه؟ ما تخليك في طريقك. ايه ده؟ ايه يا عم القديم؟ ايه هنطلع على الحلميه؟ اطلع على الحلميه يا اسطى. ايه دماغك دي؟ ده انت قديم قوي يا راجل، انت غريبه قوي. بقول لك ايه، ما بلاش ماجد واهل ماجد، دول ناس خنيقه انا ماليش فيهم يا خالد والله. خلاص انا لقيت الحل. احنا نوديكي عند البنات تباتي مع سوا ورانيا، عشان ما عندناش حريم تبات مع رجالة. ماشي زي بعض. دي دينا. طب افتحي. مساء الخير. اهلا اهلا بشجاعه السيما، انت ضربتي البنت جامد قوي، عدمتها العافيه، اديتها علقه محترمه قوي قوي، بس هما يعني طردوني بشكل وحش قوي قوي قوي. طب خش يا اختي عشان الوقت متاخر قوي قوي قوي. رايه اتعشيتي ولا حضرلك تتعشي؟ لا لا ماليش نفس، متشكره قوي. ايه الادب اللي نزل عليكي مره واحده ده؟ انت فاكره نفسك ضيفه؟ لا انت من النهارده الشقه دي زي شقتك بالظبط، وانا بنفسي هحضرلك العشاء. فكرتيني بماما، هي بس اللي بتقولي الكلمه دي. يا حبيبه قلبي، ادام انا بقى زي ماما تحبي تتعشي ايه يا بنتي؟ يا حبيبتي. نعمة لو ما فصلت المزيكا الغامي ده لابص لك حبال الغسيل دي. بتشغل حاجه تفاريح لحجازي متقال ولا يعني فاطمه عيد ولا اي حاجه من الناس دي؟ حجازي متقال ايه يا ابني؟ يعني يغني لك يا حلوه شايله البلاص عشان يعجبك؟ على فكره المطربه ياسمين اختارت ناجي لاحلى اغنيه في البومها الجديد. بجد؟ واو ده خبر تحفه، الف مبروك. ميرسي يا سياد. ياسمين دي اللي هي احسن من فاطمه عيد ولا ايه؟ يا ابني حرام عليك، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. ايه اللي بتقوله ده؟ ايوه كده، ما تسكتلوش، ده اقل حاجه عنده. عليا النعمة تلم المتعوس على الخيب الراجع. هو أي حد مسك ربابة بقى مطرب؟ يا ابني هتموتني، ما بتشوفش تلفزيونات؟ مش عارف الفرق بين الجيتار والربابة؟ ده درامز يا خالد. أيوه يعني ربابة بالعربي. أنت في سنة كام؟ ها؟ أنت في سنة كام؟ أنا في كلية تجارة قسم محاسبة. إيه؟ في تالتة تاني. تالتة تاني ده حضرتك يعني مدبلر، فما تستغربيش، ده خالد. آه عشان كده منطشة معاك، تجارة مش عارف تحسبها. دي أقل حاجة عندك. يا حلوة يا جيلة البلد. أيوة كده. أيوة اللي انت اللي سجيني ده قلبي يحبك بإخلاص زي ما ودك وديني زي ما ودك وديني. انت طلعت مش كده؟ طلعت نزلت. انت جاي تراقبها يابا؟ يخلص. عندك حشيش؟ ايه يا برنس؟ فيها شباب هنا في الحرم الجامعي. ها مش عند ابو دنيا اللي خرب الدنيا؟ اصل في زملاء قالوا لنا اللي انت مدورها حشيش. يا ابني وطي صوتك يا ابني، والله العال تمر فيها خط الدعاوي الاعلام ماشي 100 100. ها عايزين ايه؟ هنكون عايزين ايه؟ عايزين حشيش. ماشي. عايزين قد ايه؟ عايزين سيجارتين كده. سيجارتين؟ اه ماشي. تقلى كده شويه. ها طب ناس دقيقة اقفوا كده اتكلموا مع بعض. ها خد وقت ما تعوقش. بس
ايدك خدها تاني، ايدك حبيبي. ابرز بقى يا شباب. ادي ابرز 50 جندي. يلا يا عم خلص. ماشي، شكلك شباب حلو. بص يا شباب، تعرفتوا المكان؟ اي حاجه، اي طلبات خاصه بالكيف والتكييف طالعه عند الشجره الصفراء. ها ماشي ماشي يا وحش. يلا طيروا انت. سلام ابو الشباب. سلام يا كوتش. ده شباب حلو زي الورد كتاب الله. اللي اقول لي يا طب، اخبار الواد ده ايه؟ يا باشا انا بنفذ تعليمات سيادتك بالحرف الواحد، اللي بتقوله لي بعمله على طول. بس انا جاي لسيادتك عشمان في كرمك حبتين. يا بص خير؟ انا باشا محتاجك تزود لي بس الكميه حبتين. انا مديك حصتك يا طلبه. يا باشا انا عايز بس يعني فرشين ثلاثة أربعة دلوقتي حالا. احنا يا باشا ربنا فتح علينا والشغل كبر. الله، احنا بس فتحنا فرع جديد في الجامعه فبياخد زياده حد. جامعه؟ اه سعاده الباشا. دلوقتي الطلبة داخلين على امتحانات وعايزين يكيفوا تمام علشان يعرفوا يركزوا ويحفظوا الكلمتين. بعدين بقى احنا عملنا خطة تسويقية جديدة عايز اقول لسيادتك عليها. احنا دلوقتي هنجيب كيس كده ونحط فيه جوانين. خلاص خلاص، انت هتحكي لي. اطلب لي الواد على السبيكر. طلعت يا باشا؟ ايوه تحت امر سعادتك. افتح السبيكر يا باشا. ولا طلعت يا خال. عليا النعمة خالي وخالي العيال. ازيك يا برنج عامل ايه؟ قول لي يلا، الشغل عامل معاك ايه؟ 100 فول و17 يا برنس. وعهد الله لو تعرف هنا الشباب بيعملوا ايه عليك يا برنس. انت في الجامعة هنا كل الشباب عايزين يبوسوا ايدك يا برنس. بس انت بس زود لنا الدنيا كده وهنوصل للجامعة الأمريكية وعهد الله. ولا انت خلصت الكمية اللي معاك ولا ايه؟ يعني يا برنس يومين كده تلاتة وبعون الله نكون جبرنا. يا برنس يا برنس اظبط لي الكمية وكتاب الله في ظرف شهور اوصلك لجامعه الدول العربيه. طب خلص اللي معاك وتعالى لي. سلام. تراك يا باشا. الواد ده عايزك تحط عينك عليه، شد عليه وارخيله، عايز عضمه ينشف. اشد عليه وارخيله. ماشي يا باشا. نرتب لي. ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ قلبت الجامعه غرزه روح امك. يا باشا انت ما تعرفنيش يا باشا ولا ايه؟ ابن خالتي الامين كريم معاكم. ما نعرفوش. انت مش بتعرفوش ايه بس يا باشا؟ استنى بس وعاد الله، دي مش غرزه يا باشا. اخلص يا باشا اللي معاك يا باشا. دي مش غرزه، انت مش غرزه صفرا يا باشا. استنى يا باشا، الفلوس تاس والنبي يا جدعان. هات هات عضلات الحرس يا باشا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تخطب؟ تخطب مين يا موكوس يا ابن الموكوس؟ عايز تخطب وانت لسه طالب في الجامعه؟ هتستناني هتستناني لغايه ما اتخرج واشتغل. تشتغل؟ هو انت نافع في شغل ولا نافع في تعليم؟ ما انت لو كنت مشيت دغري كان زمانك هتتخرج السنه الجايه، انما لا، ده انت لسه فاضل لك سنتين وانت بتاخد السنه في سنتين، يعني هقعد اصرف اربع سنين على حلوف زيك. هدي نفسك يا عبد العليم، لحسن يا اخويا السكر يقل عليك. سكر؟ هو ده اللي قدرت عليه ياما؟ حاج يا حاج، دي هتبقى قرايه فاتحه، يعني حاجه عبديه كده مش مكلفه. ومين اللي هيدفع؟ اقف جنبي. يلا يلا قوم يا من هنا، قوم لغايه ما تعرف معنى الرجوله ابقى تعالى لي. اتفضل بره 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 البيت. اوفر قوي اللي انت بتعمله. يلا يا عم. مراسيل مراسيل وعايزك ضروري. في ايه مالك؟ اسكت يا برنس، سرقوني في الجامعه، كانوا ناس ياخدوا الهدمه اللي عليا. نعم يا حبيبي، الكلام ده انا ماليش فيه. تعب وتغطس وتجيب لي الفلوس. وانا بقول لك كده يا عم طلبه عشان تقول لي كده. انا بقول لك كده عشان تصبر عليا شويه وانا هجمع الفلوس والله واديهم لك. يا حبيب قلبي، دي لو فلوسي اصبر عليك بدل اليوم سنه، لكن دي فلوس ناس. ربنا يكفيك شر حاجه الناس. يا برنس وعهد الله، وعهد الله ما هتصبر عليا كتير. انا خلاص نازل شغل بكره
واول ما انزل شغل هجمع اي فلوس واديها لك اول باول. يا عم شغل ايه بقى، ما تقعدش تفلق دماغي. شغل ايه يا ابو شغل وانت فالح في اي حاجه؟ انت حتى شغلانه الجامعه اللي جات لك كده السبوبه الحلوه دي ضيعتها بغباوتك. والنبي يا برنس ما تقطمني وتجيب لي سيره الجامعه، كفايه اللي حصل لي من وراها. عشان انت غشيم وعبيط وما بتسمعش الكلام. نهايته عايز تشتغل ايه؟ يعني يا برنس هدرب المنتخب. اشتغل كهربائي. كهربائي؟ اه كهربائي، الشغلانه اللي اتفطمت عليها. وماله؟ انا مش هرد لك كلمه، هتشتغل كهربائي ومن بكره تروح للواد عطيه بتاع المعتمديه وتشتغل معاه. تمام. تسلم يا برنس. كهربائي. اه وماله كهربائي؟ هو في احسن من الحلال يا برنس؟ الاستقامه حلوه. عشان تلحق محاضراتك. الحق ايه؟ ها؟ محاضراتي؟ ماما سيبيني انام. اقول لك ايه؟ انا مستحملاك وساكته وصابره من زمان، خلاص طهقت. في ايه يا حبيبتي مالك؟ انت فيكي حاجه يا ماما؟ انت بتستعبط يا ولد؟ بتستعبط؟ ها؟ بتستعبط؟ سقوطك كل سنه، الجامعه ما بتروحهاش، كل ليله سهر وشرب وقرف، ده انت حتى ما بتداريش قرفك وسجايرك عني. راعي شعوري، راعي شعوري على الاقل يا عديم الربايه. ماشي يا ماما، فعلا انت عندك حق، انا فعلا غلطان في حق نفسي. صدقيني اوعدك ان انا هراجع كل حساباتي، بس اديني 3 دقايق. 3 دقايق انام، انا ما نمتش غير ساعتين بس. صباح الخير يا حبيبتي، هقوم اروح لك الجامعه واعمل لك كل اللي انت عايزاه. اقول لك ايه؟ حرام عليك، حرام عليك يا لؤي. انت عارف يا ابني انا بحبك قد ايه؟ انت عارف انت لؤي حبيب مامي. في ايه يا ابني؟ انت بتدمر نفسك بايدك ليه؟ يا مامي اوعدك اني انا مش هدمر لك نفسي تاني، بس اديني فرصه انام وهقوم اعمل لك كل اللي انت عايزاه. مفيش فايده، مفيش فايده، نام نام وخد دول معاك. مين دي؟ انت مش ناوي تيجي تبص لك بص على الشركه وتعرف ايه اللي بيتم فيها يا ابني؟ دي فلوسك وشركتك يا حبيبي. يا بابا انا ماليش في موضوع السياحه ده خالص، انت عارف كده. امال ليك ايه بالظبط؟ لا ليا في كتير، دراسه، نجاح، مستقبلي، كل ده. انت عايز تفهمني انك السنه دي هتنجح من اول مره يعني؟ شوف يا دالي، شوف يا دالي، انت ليك عندي ان انا انجح اخر سنه وبس. مفيش حاجه بتفرسني قد الثقه الزايده دي، زي الثانوية العامة اللي خدها في 4 سنين وسنتين في سنة أولى. إيه اللي حصل في الآخر؟ بذمتك يا مامي إيه اللي حصل في الآخر؟ مش نجحت؟ فلوك عندي إن أنا أنجح وخلاص. بس ده برضه ما يمنعش إنك تمر عليا في الشركة وتقعد معايا وتفهم كل حاجة ماشية إزاي في الشركة. يا ابني أنا لو مت ولا جرالي حاجة أنت هتدور الشركة دي إزاي؟ ما تقولش كده يا بابي. إن شاء الله هتعيش، وهتعيش كتير كمان، وهتعمل شغل كتير قوي، وهتعمل صداقات كتير قوي. ايه ايه ايه؟ صداقات كتير؟ صداقات يا مامي، صداقات، صداقات ما بين شركات وما بين الشركات التانية عشان الشغل يكتر. الشغل الحلو يعني. انا بس عايز افهم حاجه يا لؤي، انت ايه يا ابني بتروح الجامعه فاضي كده من غير اقلام ولا كشاكيل؟ ايه بتكتب على ايدك؟ ولك يا شروق، اما الكبار يتكلموا تيجي تقول اللي في سنك يسكتوا خالص، فاهمه ولا لا؟ ايه كشدوه؟ سامع يا مامي؟ سامع يا داد؟ على الأقل بقى أنا مش فاشلة زي ناس. ها؟ الله 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 الله، ما تخليش أنا اللي أتكلم. البيبي والشات لغاية الصبح واللوك لوك 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 طول الليل. أسكت ولا أكمل؟ لو أي حبيبي. بص بقى أحمرت. حد يكلم بنوتة كده، ودي مش أي بنت، دي أختك الصغيرة. سوري يا مامي،
لما اخذها كتكوت لما هاجي اجيب لك الكوكيز اللي انت بتحبيه. ايه يا حبيبي انت لحقت تاكل؟ اه يا حبيبي الحمد لله، اصلا النهارده مستعجل جدا. اتعرفت يا بابا على حته تعينت عندنا حته دكتوره، مش قادر اقول لك ايه الجمال ده، قصدي ايه الاخلاق دي، ايه العلم ده، ايه الثقافه دي. هي ثقافتها يعني شويه مختلفه عننا، انما مش قادر اقول لك. واهم بقى ما يميزها انها بتعمل على مد جسور العلم ما بين الطلبه وما بين المعلمين. واخد لي بالك انت؟ ها، واسمها سوسو، الدكتوره سوسو. وهي سوسو بقى، قصدي الدكتوره سوسو، بتدرس لكم ايه في الجامعه يا حبيبي؟ ملكيش فيه. ماليش فيه؟ سامع يا حبيبي نفذني تاني. خلاص خلاص كفايه كده يا ولاد، انت مش محاضراتك لازم تلحقها، يلا بقى يلا على الجامعه، كفايه رغي. معاها فلوس؟ ها؟ معاها فلوس؟ هو معاه حاجه غير الفلوس؟ ازاي تقولي كده يا ماما؟ اه طبعا معايا مفتاح العربيه والموبايل. يا بكاش. باي. على فكره يا ريتك يا محسن تبقى اكتر ايجابيه وتكون متواجد في حياه ابنك. جرايه فريده، انت عايزه تحمليني مسؤوليه تربيه لؤي؟ يا هانم انت امه اللي قاعده معاه طول النهار مش انا. ما قلناش حاجه يا محسن، ما قلناش حاجه، ماشي، بس على الاقل اساله الفلوس دي بيوديها فين. يا هانم المفروض انت اللي معايا تراقبيه وتوجهيه، بس للاسف سيادتك مش فاضياله. الصبح في النادي وبالليل في حفلات صفوه المجتمع والشله العجيبه اللي انت ماشيه معاها. شلتي على الاقل معروفه، لكن انت شلتك مين؟ فريده، اذا هنتناقش مع بعض اكتر من كده هنتخانق زي كل مره. على العموم انا خارج وهتاخر بالليل. ابوس ايدك يا جميل، احتويني يا جميل، خدني تحت جناح. حول ولا قوه الا بالله، اعمل بيك ايه بس يا عم؟ ده انت فشلت من اول اسبوع يا كبير. ما انت عارف ان ده مش كار، ما انت عارف ان انا كهربائي. انت بقى لا نافع لا كهربائي ولا سرسجي. والنبي يا كبير اقف جنبي احتويني علمني، وهتاكل من ورايا الشهد والله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم لا تجعلنا من قطعين الارزاق يا رب. ماشي يا طلعه، يعني اعتبرها اخر مره. اعتبرها اخر مره وهتشوف، هعوضك على كل اللي فات. ماشي، انا هنسى اللي فات وهعمل معاك اتفاق جديد. فاكر الواد اللي كان راكب العربيه السكور اللي جه على ناصيه الحاره عندنا واشترى منك فرش كامل؟ وده ماله ده؟ الواد ده ليه في البودره طلعت؟ بودره ايه؟ بقى تستعبط فيها ولا ايه؟ بودره تايد يا حبيبي، بودره تسلخات، بودره يعني هروين، يعني كوك، حاجه تانيه خالص. لا وايه؟ مكسبها اكتر من البن الطاقة 10. ما تكلمني، هو في الجامعه الامريكيه، خليه يدخلك السوق ده. بس يا كبير الموضوع ده كبير يا عم. انت فيه ايه؟ صدقني يا طلعت، انت لو دخلت الكار ده صدقني هتعوض كل خسايرك في اقل من اسبوع، وعد الله. لسه صغير يا كبير، ما تشيلنيش مسؤولية أكبر مني. وبعدين بقى طلعت، أنا ماليش في اللوكلوك والكلام الكتير. الله، واحد غيري كان زمانه دلوقتي علقها بسبب الفلوس اللي عندك، لكن أنا قلت أعمل بأصلي وأقف جنبك لآخر نفس، قلت برضه ابن حتتي. ولا أنت جبان؟ مين اللي جبان يا كبير؟ نخش في الموضوع وبأجمد القلوب. هو ده طلع. ماشي، هقوم نتكل على الله. ماشي، لسه لي تليفونك يا طلع. سلام يا برنس. مع السلامة يا حبيبي. عملت ايه في الواد ده؟ جاب جاز، انت كان لازم يعني تبعت مقاول الانفاق للشقه اللي هو منصوره. كان لازم ابعته ومرمطه وخليه يسيب في التراب، عشان لما يجيلي راكع ويسمع كلامي ما يعرضنيش. فاهم يا شفيق؟ يلا انت دلوقتي وبعدين نكمل. ماشي يا كبير. صباح الفل يا سعاده الباشا. ما هو يعني مطلوب مني اعمل ايه؟ ما انا معرفتي. شكرا. ما رضيش يجي معايا، اعمل ايه؟ اجيبه بالعافيه؟ وانا اعمل ايه؟ انا ما اقدرش ارفض العريس ده، ما فيهوش عيب. خلاص
حاجه بقى انا لوحدي واتقدم لك من غير اهلي ومن غير اي حد؟ ترضاها لي يا ماجد؟ عاوز تيجي تتقدم لي من غير اهلك؟ الهام الهام انا بحبك، ما تصعبهاش عليا، انا بحاول الاقي اي حل. وهتقول لهم ايه في البيت عندي؟ بحبها وبس، لكن لا عندي شغل ولا عندي فلوس ومش هنقدر نتجوز الا حليني بقى كمان 17 سنين. دي ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت ايه اللي حصل لك؟ فيه ايه؟ دي الحقيقه يا ماجد، انت اللي مش عايز تشوفها، لكن جا الوقت اللي لازم تعرفها كويس، وتعرف كمان ان انا مش هقدر اشوفك تاني ابدا. ماجد انا خطبتي الخميس اللي جاي، وحتى رقم تليفوني هغيره عشان ما تتعبش نفسك، ولو بتحبني بجد لازم تتمنى لي الخير. مع السلامه يا ماجد. ما تقولش يعني. الهام ده كلام؟ تسيبيني وتحلقيني يا مدام؟ يا بنت يا الهام، انا عايز اعمل حمام. يا ده عيب ياض، عيب صاحبك ياض. الهام مستر باهم. ايه ده؟ شايفين؟ إعلام ماجد، ماجد عشان الناس. إعلام رد عليا ماجد. ماجد انزليني استرجلك انت، انزليني من الحرير. إعلام انت ماجد هبلت يا ابني بالادب. ما في رجل هنا ينزل. انزليني يا كمان. اهدى انزليني انت ماجد حد جابي. شو بس اهدى ماجد. انزلي يا إعلام. ماجد انزلي. انزلي يا مرمين. اهدى ماجد انزليني. عايزين رجالة نتكلم معاك. جايب عيلتها كلها. ده ما تفرجناش على الدهن. راح فين؟ راح فين؟ بعدين ما بيخافش من حد. ايوه عايزين رجالة نتكلم معاهم. بس احنا عندنا في الصعيد بيقولوا ان الجري نص الجدع. ولا غل الواد انت يا ماجد برضه كان لازم تقول يا ماجد. جايبنا يعني تعبانين بس بص. خلي لسانك حلو، الناس دي محتاجة سلاح، جيب سلاح يا بقى. خالد! خالد! يا الهام! انزلي! أنا جاي آخد حقي! ولا أنت تعمل لي فيها مجنون؟ أنا هجنن من أهلك. أهلي؟ بقول لك أنا جاي آخد حقي، جاي آخدها. تاخد مين يا ابن العبيطة؟ مين الواد ده؟ أنا اللي ماشي مع خطيبتك حليتها. أنا اللي ماشي مع خطيبتك حليتها. حليتها؟ ما فعتوش الواد ده علي تموت حالا؟ أبوظ الجوازة دي؟ علي تموت؟ تعالوا. لا الحمد لله بقينا أحسن. إحنا عملنا غسيل معدة علشان كنت شارب كتير. إيه يا راجل كنت هتنتحر ولا إيه؟ لا مش عايزك تتكلم، عايزك ترتاح خالص وتاخد نفس طبيعي، وانا هبعت حد يكمل الاجراءات. ارتاح. خير يا دكتور؟ انتوا اهله؟ ايوه. كان مضروب وسكران. سكران؟ يا نهار اسود. على فكره انا ما رضيتش اعمل له محضر علشان شكله ابن ناس. ومين اللي جابه هنا يا دكتور؟ شويه عيال مساطيل. خلي بالكم منه، لو جيت هنا انا هعمل له محضر. الف سلامه. الله يسلمك. الف سلامه عليك يا ماجد يا حبيبي. اللي حصل يا سعادة البيه؟ خناقة بسيطة. خناقة؟ سكران وبتتخانق؟ معلش لما نروح البيت. مين اللي عمل فيك كده يا ماجد؟ قول لي.
لا يا يما، لا بخطوبتها دلوقتي، ضاعت مني يما، ضاعت خلاص. يقطع الهام وسنين الهام. معلش يا حبيبي، ربنا ان شاء الله يعوضك باللي احسن منها، ما تزعلش. معلش. بابا انت نازل ولا ايه؟ مش هتفطر معانا؟ لا يا حبيبي، النهارده انا مش هفطر معاك لاني مشغول جدا جدا ومش فاضي. بقول لك ايه يا بابا؟ خير؟ اصل انا عايز اودي العربيه للتوكيل بصراحه وما معيش فلوس. بس كده؟ حاضر يا سيدي، اتفضل. وانا يعني عندي اغلى منك يا سلوي، خد الفيزا كارت دي، اصرف منها اللي انت عايزه وبقى راجعها لي بالليل يا حبيبي. حبيب قلبي يا بابا اللي بتخلص انت على طول. بقول لك ايه، وانا سمعتك كده وانت بتخانق مع ماما بالليل، هو في حاجه؟ لؤي، ما تجيبليش سيرتها، سيرتها بتنرفزني، بتثير اعصابي. يا ساتر، اعوذ بالله منها، اعوذ بالله منها. والله عندك حق يا بابا، والله عندك حق. ده انت راجل محترم، ده انت راجل مية مية. او كده بقى يقعدوا لهم شهرين ثلاثة في الخناقة دي براحتهم، العب انا بقى براحتي. العب يا لولو قوي، ما تلعبش عادي. لؤي لؤي، انا رايحة النادي، الفطار جاهز. ها ده ايه الشياكة والجمال والحلاوة؟ ايه البرفيوم ده يا مامي؟ قولي لي اسمه ايه؟ بكاش. عايز ايه؟ هو الحقيقة يا ماما، أنا عايز أودي العربية للتوكيل، وأنت عارفة إن أنا اليومين دول ما معيش فلوس خالص. وبعدين يرضيك يا ماما، يرضيكي بذمتك، ألاقي بابا نازل أقول له بابا أنا عايز أودي العربية للتوكيل، يبص لي كده بمنتهى القلاطة ويخلع. يخلع؟ إيه الكلام السوقي ده؟ مين قال كلام؟ أنا قلت يخلع. يخلع؟ لا لا لا، أنا ما قلتش الكلام ده يا ماما، بقول يخرج يا ماما، يخرج. سامت سامع يا كاسات الكل. يا قمر انت. ماشي، هدفع لك الفلوس لما ارجع من النادي. المهم عندي يا لؤي، ايه اخبار المذاكره؟ لا يا حبيبتي، المذاكره دي انا عايزك تنسيها من دماغك تماما، زي ما وعدتك. انت مالكيش عندي غير النتيجه اخر سنه وبس. انا ما بخافش غير من الثقه الزايده دي، كل سنه بتقول الكلام ده وكل سنه بتسقط. ولد بكاش، تتمرني في دماغي ولا ايه يا ماما؟ لذيذه قوي ماما دي. خلينا في اللي احنا فيه. افتح بقى سوسو. سوسو سوسو حبيبي، وحشتني وحشتني موت. حبيبي بقولك ايه، انت فين دلوقتي؟ طب ينفع اشوفك بالليل؟ قشطة عليك.